بشكر حضرتك ان اديت لنا الفرصه ان احنا نتعلم مجال زي ده. علم زي ده علم كبير جدا، هو جديد طبعا في مصر. طبعا احنا لاحظنا ان هو موجود في الدول اللي بره وهم متقدمين فيه، فان احنا نبقى عندنا الفرصه ان احنا نتعلم حاجه زي دي وان احنا نساعد فيها وفي تطوير بلدنا، دي حاجه عظيمه جدا. فانا احب اشكر حضرتك بجد. بشكركم ان انتم موجودين هنا، ومن خلالكم بنوجه الرساله لكل اللي هيلتحقوا للجامعه، انتبهوا هو ده. وكل احنا في جامعات كثيره جدا وفي كليات كثيره جدا جدا فيها حجم من الكليات اللي فيها كل العلوم الحديثه، مش كده يا دكتور؟ انا بقول من خلالكم وبقول من خلال الزياره ديت هنا في يعني في كليه الذكاء الاصطناعي، اوعوا تترددوا ان انتوا تخشوا في هذا المجال حتى لو كان الاسم غريب عليكم. انا بتكلم على الاولاد اللي هم في التعليم العام دلوقتي، ومحتمل ان هم يبقى عندهم فرصه زي دي في بعد الثانويه العامه. اوعوا تترددوا، ما تخافوش، لان اللي احنا بندرسه وجايبينه هو المستقبل كله. عقبال ما هتخلص الاربع خمس سنين اللي بتدرسهم هتجد الفرصه موجوده في مصر وفي المنطقه المحيطه اللي بينا وفي العالم. فانا عايز اقول لكم احنا بنحاول نقفز على التاخير اللي احنا يعني العلوم دي ما دخلتش فيه، لكن انا سعيد بيكم وما شاء الله بهذا المستوى من التعليم، والوجوه نيره يعني، مش محتاج حاجه اكتر من كده. حد عايزه حاجه ثاني؟ ما ترددش ابدا. شادي مش عايز حاجه؟ طيب شكرا جدا. شكرا.